أداء المنتخب المصري في الماتش اللي فات بتاع مباراة كينيا كان أداء هزيل، مفيش خطة، مفيش تكتيك، مفيش جملة تكتيكية اتلعبت، مفيش أي حاجة بصراحة، وكان ممكن في أي وقت إن احنا نتغلب ومن كينيا، مع إن احنا يعني رواد في أفريقيا في كرة القدم. يعني كنت أتمنى إن احنا نشوف شكل كويس لمنتخب مصر، بما إن في لعيبة كبيرة زي محمد صلاح والنني وتريزيجيه واللعيبة التانية اللي موجودة، لعيبة هي أحسن لعيبة موجودة في مصر، المفروض يأدوا أداء كويس ويكون أفضل من كده يليق بسمعة واسم مصر. مش ده الأداء اللي احنا كنا متوقعينه من منتخب مصر. الواحد بيستنى منتخب مصر وبيتوقع ان هو يفرحه وكده، كان منتظر أداء أحسن من نجمنا محمد صلاح. انا شخصيا بحبه جدا وباخده قدوه ليا، وكل الشباب مصر حقيقه واخدين كابتن محمد صلاح قدوه. المفروض بيكون جاي المنتخب بيأدي احسن ما عنده، اقوى ما عنده. حسيت فيه نوع من انواع، مش عايز اقول التخاذل، ولكن مش مستوى محمد صلاح. كمان برده مش محمد صلاح بس، في كذا لعيب مش ما كانوش على المستوى المطلوب من جماهير مصر كلها. احنا كنا متوقعين من منتخب مصر اللي هو يدينا احسن من كده. هو طبعا منتخب مصر عنده احسن من كده بكتير من اللي هو عودنا عليه السنوات اللي فاتت، وفي كاس العالم ما شاء الله والله اكبر على الشناوي حاجه كبيره قوي ما شاء الله، ربنا يحميه. هو اداء متواضع جدا بالنسبه لاسماء اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر واللي ليهم خبرات كبيره وليهم تاريخ كبير، ان يلعب اداء زي ده متواضع جدا، خاصه ان احنا بنلعب فرقه ماهيش القويه، ماهيش المرعبه، ماهيش الاسماء الكبيره، ماهيش الفرقه المصنفه، فبالتالي كان ادائنا يعني غير متوقع. احنا كنا متوقعين خاصه ان احنا شبه ضامنين التاهل ان فرقتنا تلعب ماتش مفتوح يكون اقوى من كده، وتلعب فيه كره هجوميه مفتوحه طبقا للعيبه اللي موجوده وللامكانيات اللي موجوده في منتخب مصر. بصراحه يعني الحمد لله على التاهل اول حاجه، بس يعني في كده ملاحظات كده على المنتخب. يعني انا شايف ان في لعيبه بتخاف على نفسها من الاصابات زي محمد صلاح وتريزيجيه، حتى مصطفى محمد برده يعني في حاجات كتير ما كانش بيشارك فيها، فحاجه مش متوقعه يعني. فالافضل ان شاء الله ماتش العوده اللي هو يعني اخر ماتش لينا هيلعب بقى بالناس اللي هي مستحق تلعب اساسي. يعني هو الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا طبعا في الماتش دوت، بس الاداء بتاع اللعيبه كان متباطئ حبتين. طبعا كان في لعيبه مش موجوده، واحنا طبعا بنحاول ندعمهم وندعم الفرقه كلها انها تبص لقدام وما تبصش للماتش بقى وخلاص، الماتش ده عدى وفات، وان شاء الله اللي جاي هنعوض ان شاء الله احسن من كده بكتير. يعني